نفى المركز الإعلامي ومجلس الوزراء الأنباء المتداولة بشأن ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر. وأكد المركز الإعلامي ومجلس الوزراء أنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية، مشددا على امتلاك مصر برنامج لترصد وتقصي الأوبئة والذي يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد، مشيرا إلى تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والمواني المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.